أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك يا إلهي وسيدي من حالة أهل النار إن شاء الله تعالى. وحنكسو قد جرني سيرة النبي صلوات ربه وسلامه عليه كبلا وتو إلى ددي سإلى وفاتك بإذن الله الكريم. انت نكو قد جرني بشا بركيسا أي رمضان إن شاء الله تعالى. دور قضب بين ما أنت زدول استاجد دونا حكى كوة نبينا عليه الصلاة والسلام نسب كيسينا كهذا لنا أولا سدى سوك لأسرة نبينا صلوات ربه وسلامه عليه وكذا شيء إنا أيضنا تلمامنو. وكذلك نبينا ووغيسا عبد المطلب إنا ماركيسا أسكن حياتي دي سحادثي دي ومهم سريد وحيد عينا وحكي إشارنا بإذن الله الباري. نبينا صلوات ربه وسلامه عليه نسب كيسي وحي أهل السير كوكوت المامان إنه يهي خير أهل الأرض على الإطلاق. نسب أهان أنت نسب إله سبحانه وتعالى أرضي سكوب بيري متك أقو خير بدن إنه يهي على الإطلاق. أرنت أسمع نبيا عليه الصلاة والسلام أقري أعدادي سي أسجى كسهر جيتوي أسجى أعدادي أعدادي أما دتك حسادك وهي كسهر جيري بنبيا أقري نسب كيسي إنه يهي ماركيسا خير أهل الأرض نسبا إنه يهي أعدادي سبا وقرتوي صفتنا أما تلمانتنا وحا أوقي ما بدن باليرادا تلمانتا أما صفتنا نكا عدو غاقه أوكو قرسي هاي أو أوكو أوكي هاي كونا أوكو الهوي حدوكتي نكي سفيان أها حديث كي مشهور كها حديث كي هرقلا أهل حديث وكو تلمامان ماركيسا بقر كي هرقلا مركو سؤالي أو يلي كيف نسبه فيكم نين كان أشيء إنسان إنه إذا كسر ضح بحي أو له نبي بان أهي نسب كيس دحدي نسيب وكوي مركز أبو سفيان وحويلي هو فينا ذو نسب أنك دحدي إني نسب أهان مركلة المام وامد نسب أصاحبه وي حديث أبو خاري بسوا صار صحيح يسي كسوا صار حيوي مركز فأشرف القوم قومه قوم أهان أما قبيل أهان متك وشرف بدن وقوم كي النبي صلى الله عليه وربي وسلامه عليه وأشرف القبائل قبيلته قبيلة هان قبيلة أشرف بدن وقبيلة النبي عليه الصلاة والسلام وأشرف الأفخاذ فقيده جلب أهان مركي لقى صوت قبيل كجود جلب أهان متك جلب أهان متك أشرف بدن وجلب كي النبي إنه كذا شيء صلوات ربي وسلامه عليه محمد مركي النبي عليه الصلاة والسلام مجعي سنقنا هيا سنقنا هيا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. النبي نسب كيسي صلوات ربي وسلامه عليه إلى عدنان لجارسيو وحا انت سيت سو صار هي بخاري وسو صار وانا انت متفق لو هو او خلاف او سن كجري وي مركي النبي لو ابترنا هي صلى الله عليه وسلم انه نبي ابتركي سي ابونا اسماعيل اي امنا ابونا ابراهيم قال هينا والسكوا فخسن هي لكن ان عدنان لقاده الى ماركي سا ابونا اسماعيل يا ابونا ابراهيم لجارسيو ادي اد باهل السير كسو خلافان صدرت هذا علماء وحيدها وحافي عن انت تواتر كالاه اجماع اللي هو هي يعني لسو خلاف سنين انه قفكو مر والبكو ادكيستو وغارسي سنادو وكغارو الى ما اركيس عدنان انت هذا ان سو شيغنا او كليتو. نبينا عليه الصلاه والسلام ان محمد لو بحيو وحيكون عدي باليراد القران كعظيم كا لان دتك انت سماهدين كهر الهي با سبحانه وتعالى نبينا مهديوي وكذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما نتقي يا موالا ما هذين دونا محايل دد يوغو اي اشفيع دونا مركي لو ودو وريرو او ما اركيسا شنتي نبي بالله ودتو ابونا ادم يا ابونا ابراهيم يا ابونا نوح مركي لو ودتو اي دمانتود ليهن مانتا الله سبحانه وتعالى واو عروضي عرو سن هوري وعرونن بو عروضي دبنا اسن وعرونن دونن بو عروضي او ددكنا يتمنين هيان ان مرء حالدان اي كسغن يي لغا سارو هدي جنة حتى نار لك لجينا هي وحي آتبا بان انتاسنا أمد دورنا من أولهم إلى آخر
من أبينا آدم إلى آخر واحد منا نبي مهدين دونان مركي حالة داس إلهي سبحانه وتعالى النبي شفاعة دي سؤال قادم حي إلي سيدة سؤال ورت النبي وسجود دونا تحت العرش إلهي بو سبحانه وتعالى أمان دونا أمان وسن ولي هر الله أمان أن دمنا إلهي لو أمان دون تأسوا السبب أن قن دون تعرضي إلهي هر وعرض إن يدكتو مركز الله يا نبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اشفع تشفع ارفع رأسك تسأل واتيلي ومدي سنة أمته الحمادون باليرادة فجمعت له معاني الحمد وأنواعه أصالة نسب النبي صلى الله عليه وسلم نبينا نسب كيسي أصالة أصل نمديري إلهي سبحانه وتعالى نبينا دورتين من خير القرون قرني أهان قرني اللي سودر هاي قرني النبي قال سودر يبقى أو خير بنا هدي الله رب إلا تلمام السنة بقول كي سنة إيه أدوية صوم مرتي بقول سنة ما قرني بو زمن كسبوح حرية قرني أهان قرني اللي سودر النبي يا أو خير بدن لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجى حديث صحيح وحكولي هاي أنت قرون صوم مرتي قرني جا أو خير بدن دين قرني كوي حاجة دين قرني كسي حاجة وي قبيلة أهان قبيلة النبي جا أو أركي ساتزكي بدن فخذ أهان يجلب أهان وحأوف اللي بدن جلب كنبينا عليه الصلاة والسلام وكذا شيء أي كان أول شرف أهان وي الإمام قاضي عياض وحليه وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه نبي عليه الصلاة والسلام نسب كي سميتك وشرف بدن إنه يهي بلد كسر جيدنا بلد وكرامة بدن إنه يهي منشأ يسنا منشأ صحيحة إنه يهي وحي كميتة وحيا لها أبهنين إن دليل لو سوءه أما الدليل لو كينوي واتيلي الإمام البخاري في صحيحه وحكوسه صار من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رسولك إنه يلي بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا وحال إصوص على قرن أهان متك أو خير بضن حتى كنت من القرن الذي كنت منه حتى قرني يعني أنك متأها وكان نقضه قرن أهان متك أو خير بضن الإمام البخاري بأصوص على هاي حديث كلا سيدوك الإمام مسلم في صحيحه وصوص على هاي لقول إنها صحابي الجليل كواثلة من الأسقع رضي الله عنه وحولي رسولك وحولي إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل قبيلة كنانة اللي يراده يا أنت نبي الله إسماعيل أولاد أود لبو إله سبحانه وتعالى كدورته واصطفى قريشا من كنانة قريشنا قبيل كي قودة كنانة بو إله سبحانه وتعالى كسي دورته واصطفى من قريش بني هاشم قريشنا إلهي وحكسي دورته ريب بني هاشم أو جلب كي أنا عن كذا شيء واصطفاني من بني هاشم أنا نبي الله محمدنا ريب بني هاشم أو إله سبحانه وتعالى وكسي دورته قريش أيوة أنا جن إيجاسي دورته إلى الإمام أحمد في مسنده والترمذي سيدوك الحديث صحيح حكوسه صار هيا إنه عباسي مادي رسولك إله سبحانه وتعالى هو مادي بعدما أوحي على قاركود مغمغلي لأن وقت جاس قبيلك أما إنجيل أذك قفك وكذا شو آدي 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 بوعد خيدوي مركز النبي وحولي من أنا وقت هيدي نبي عمين بركي انتو دول استاجي وحويري من انا مركاسا وحقو جواب سيدنا عباس وحويري انت رسول الله عليك السلام مركاس النبي وحويري انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ان الله خلق الخلق اله سبحانه وتعالى انكبوا ابو ري فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة بعدما اله سبحانه وتعالى خلقي او ابو ري لو فرقنا كي يلي فرق اهان مثل خير بناب اله سبحانه وتعالى اغسي يلوي ثم جعلهم قبائل مركز هدن إله خلقي يسوح كده قبيله فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا بعدما قبائل إله كي لهدن قبيل قريو أي إله سبحانه وتعالى كي لدد يوغي فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا نبي صلى الله عليه وسلم نسب كيسي طهارة إذا نسدوك لأيضا والسكوة فقسنية نبي عليه الصلاة والسلام كموسى زور إنه كسو قورة هيو أبيو طاهرين أو هويين أم رحمت الطاهرات وسو جور حيوي حديث كان النبي يقول لي خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح أنا هو حنك صبح النكاح كما صبح سفاح وحل إيراد إنه قفك قفك كالزنا وقلت كما دعنا من ملد آدم إن إلى أن ولدني أبي وأمي لجسوا بالله وأبونا آدم بعدما إلهي أو أبو ري إلى لجسوا جاره هو يدي أبي سجور سناوي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء
جاهليتي وحيالها تحت ذلك عجري أقول لأنت أما نكاحها لأنت إلا كل ما بحبا إقماء السيبان بالنبي لي صلى الله عليه وسلم مالك أبا أبياشي سنبي كميدها مجرم إلا كان غريا بالفضائل والمكارم سيدوك هو يوينك سكميدها نبينا مجرم صلوات ربي وسلامه عليه إلا وحيئه أفضل نساء قومها نسبا وموضعا قومي لذيذي مد أو شرف بضن وموضع في عم بي أهدوي فضائشة مركة كمالات كاش بشرية ذا كميس نزولين إن أي جيل بجيل أسودي بهايان قرن بقرن أسودي بهايان من لدن أبينا آدم إلى نبي هويدي سي يؤابي سي لقسو قاروي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم جلب أهان وحينو تلمامنئن كسو جيدا الأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف وحمرك هذا اللون بينها يا أوجي سي هاشم ابن عبد مناف هاشم ابن عبد مناف ما يعيش وحالته جل هاشم كاس عمر وحوها باليرنين هنتيلا شرف وين قبيلة دي سكون دحله وحونا ما رح كأها إنه ورابيه حجيدة كان شقيس ذو كل راح هذا ذوي ريا عبد مناف يربني عبد الدار بوحيك لقي بسدين حجيدة وخدمين تودوي ريا مركع عبد مناف وما أركيس هاشم أبيه سا وحقيقي كل جون النقدين أما جان جون وغش شقين جرين حجيدة ورابين تودا ويا الحمد لله عن نسيب تودا يا راحة ذو ذك شقين تيسوي أرنت هذا مركز شرف آدي آدي آد وين أي هدوين هاشم والو بحيبة لي بحي 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 أهل السير كشيان إن وها إنك يوه الرئيسي وإسكو بربرية بوها باليري مرق يتمر يكبس هاشم كمن هاشم أبو كأ هذه هاشم الثريدة كبس تيبو قاشي أي حاجة يدو كأت هاشم يقول بربرين ويشي إلا بربريوي بحمر كسوق سجيري باليري أما سوق سجيري سيعنان تمرتا يا خبزيغا يا مرقا يا سوكو شجيروي وانك يقول ريو مرقا فكرة نوع اصلي ماضي ساسي هاشم ودهنوي وإلا مجعيس عمر ايوها ونبيغا وقيس صلى الله عليه وسلم سيدوك الوحالي رادا وانك يقول ريسي ولا بدل رحلو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كتل ما مجدي رحلة الشتاء والصيف إنسانة كلا بجر سفر لغبحو هل كإشام لغسو أديكتو نك يقول ريو وجدي ايوها نبيغا وقيس صلى الله عليه وسلم آتي. أمر الذي هشمت ثريدة لقومه ورجال مكة مستنوت عجاف بيتكي واكي وأهاوي واتي دي. سفر كي سمرك ما دام أوبدنا هاشم مر مرات كميدا وسيد النبي نقول لنا هاي صلوات ربي وسلامه عليه وأو سفري بالإيرا دامك وكسفري أسقو الشام حقي سي أسعودة شام وقلوك سوريا دمشق إي حمص إي حلب إي حلب مقالوين كاسا هدى تقانان مقالوين كاسا أمرول كاسا وحال سكود يجير الشام أما حتى سكوة قبو فلسطين يا أردن يا شام ودما ظهر ودم يا سوريا يا شام لسكوة يجري والواجه والوي سيد السعودي جي الدولة ده الخليج كحجاز أما أرض جزيرة العرب لسكوة يجري والوي برضو مركا نبي قوي سي هاشم وما قعيش رسمي أو عمر يهي لكن متك عام بحي وهاشم صفري وحو صفري هلك يا شام مركو مغالي دي مدينة يتصوق علي بوحوق وكجور سيدبها ليرادا قبر ليرادو سلمى بنت عمرو سلمى بنت عمرو ريبني نجار بكاد على توي ريبني نجار بكاد على توي وانا ريب مدينة ريبني نجار واتيري وحال يرادا هويني إذا سلمى هويني آدي آد أقرح بضان عصمة ديدونا آدي آدي آدو آدك يهبي أهد باليد لدرجة عصمة ديدو بحي قارسيين باليد إني رقو قرسان هيكو دي جرتي طلاقة أنيقا قعنت هيدو قحي فرينك إنا أنيقا اسفرو إنا أنيقا إقبتو لبدا أنا أخيار لي هداد ننفي عن نقطنا وأسيق بيسع وأنك باقي لي هذا ننحو النقطنا فرد سعر يساوي واتيدي هاشم مركو النبي أوجي سهويني داس بمدينة كجورس أو سلمى بنت عمر لأورنجيري بعدما أو دونتي أو ماشى كجرت عشمة ذي قروح ذي وناجي ذي واتيدي هل كاس أيو كجورس ذي واتيدي مع الماء ينعكت ذي كنا لا ما دام أن ينقنع سد أو يهي مكة كسو بحي هل كإشام نقص سعر مع الماء مدينة جوي مالمه مركو مدينة جوغي يا عبد المطلب واتيدي وها على القلي وها على القلي شيبا اللي يراد هاشي مركو حكود انت يقولكي شام وكوسي سعودي او غزة ارض فلسطين ماشي هاس ايو كود انت وي هاوين اللي اسمرك مدينة وكوكسو قول سيدي وصل ما هي وحيدا سيويل وحينا او بحسبها اللي يراد شيبا شيبا هي او بحسوي هاشي مركو النبي قاوغي ساء وحولها اسلم بافر ويل شيبا واسد وابو صيفي
ونضلة أفر تهويل أي لها يشن قبضوت الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وحية وفي رواية إنه حنة بلدي جلوي شن قبضوت يأفر ويل بولها ويليش أفر تاو حاكم إذا نلير هذا الشيء أو سفر كان مدينة كل شيء وهويري إذا شرف كبدان أي دشوي عبد المطلب ابن هاشم هاشم مركو دي من هاي مركو وفلسطين يقول لك سوريا يا الشام ما جناح سجوا هذا كل من هاي ولا الكيسي أو مكتجوه أو المطلب لي هذا أي دردارا أو قري وحول هرتها حجيدي ورا بنت هذي يو كشقين تودي يو خدمين تودينا نيه اللوري واتهدي سدوا كله مدينة نرير بنكو يا شيء هدي واحد يقدم بيان كور هاي شيء من هاشم بعمر كن الله ذهب صوب حول waateene marku waxa la yiri 12 jir ama 12 jir meelaha siita gaar oo uu yara weynaaday ba adeerkiisii muttalib oo makkah ku sugnaan soo baxay madiina uu imaaday marku arkay sheeba wiilkii ilaahay inuu haashim meeshan ku dhalay aad iyo aadna u qurux badan adeerkiisina aabiisana aad iyo aad ugu eeg halkaas uu ku salaamay waqti badan kula qaatay wuxuuna ka codsaday haweeneyri salma ay inay wiilka siiso wi ka diiday baa yiraahda marka hore waxay tiri baa leeyahay wiilkan anigu meel uu ii dhaafay lama arko markaas wuxuu ku yiri wiilkan sheeba la leeyahay maadaama alxamdulillah adeeradiisi iyo dad yoogi asaga qabiilkii uu ka dhashay ay makkah degan yihiin halkaana sharaf ay ku leeyihiin xujeeda waraabintoodi iyo khidmayntoodana madax u yihiin anigu waxaan arkaa bur inaad nasiiso adana waad keenin wuxuu madiino reebtiyashiisa ka ag joogana lama arko dood dheer kadib wiilkii loo khiyaar geliyay kadib waxaa loo ogolaaday wiilkii sheeba la oranayay إنه نكي المطلب أها وأدير كيسا وسيق هذا هل كائن مكيس لآدم وأصاو ذي وحالي رادا المطلب ومركا هاشم ولا الكيساها شيبنا أديروا دابدي أصارنا أيو قداشي سي وحوكا ساري ويل كان لليه شيبا ما قال ذي مكيس مركو سوق ذا قالي دا ديوغي وحيد هين عبد المطلب محايا لو حيرا ذي نكي مطلب أها أدوم بو سوقتي ninkii muttalib ahaa adoon buu soo gatay adoonka muxuu markaa magaciisa noqonaya abdul muttalib muttalib adoonkiis asagana uu leeyahay way xaqub war ninkaad adoon leedihiin waa wiilkii haashim ee sayidkiina ahaa anigana adeerkiisi baan ahay adoon ma aha magaciiba marka baxay magacba ii shay kalaba maalin bay baxaantii magaciiba baxay shayba magacii loogu yaqaanay madiina markuu maka soo gala ayuu isbedelay waxaana loo bixiyey abdul muttalib abdul muttalib kaas waa nabiga marka awoogiisii koowaad uu عبد الله بن دلي دوناوي ساسا مركا عبد المطلب لو يري والا عبد المطلب او نبي اوغيسا مغعيس رسميغا وا شيبا هاشمنا او نبي اوغيسا لبات مغعيس رسميغا وا عم وفاه المطلب من عبد المطلب المطلب وهاشم ولالكي سا كموس نزول انه مكه كسغن يحي الى ما اركيسا نينكي شيبا ها او مات عبد المطلب اي ريما كو بخيين او كويناادو اسنا دور غنعسي او كبخو halkaas ayuu asagana sidoo kale ayuu ku dhintay way waxa la yiraahdaa al-Muttalib ganacsi buu Yemen ugu baxay halkaas uu asagana ku geeriyooday waxa markii mas'uuliyadii oo xujeedo la waraabiyo loo khidmeeyo laga warahayo oo sharafka ahaa la wareegay Abdul Muttalib baa la wareegay Ibn Hashim oo nabiga awoogiisii koowaad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu markiisa khidmadii halkaas ka sii waday aabihi Hashim hayn jiray adeerkii Muttalib u taagnaa waa in خدمة ما أركيسا الحمد لله الحجيرة الله خدمة يوي عبد المطلب مرق وحالي رنين وحوا هاجر حوق له وصاحبة آدي آدي آد وعد آدي آد وقرح بدن فصيحة آدي آد فصاحة له ما رآه أحد قط إلا أحبه قف ولي سما أركين بالير إلا وأجعلان جروي واتيري إلى ما أركيسا مركي الدنبة رير مكي أبحيين شيبة الحمد لكثرة حمد الناس إياه من كريمة oo aad iyo aad u deeqsi badan ayuu ahaa magacii fara badan ee reemka u bixiyeen waxaa ka mid ahaa Sheybata Alhamdi Sheybihi la mahdiyay magac usaas oo kale taa sidoo kale magaciisa waxaa ka mid ah Al-Fayyad ninkii deeqda badnaa Fayyadku waa ninka ma arkaysa waxa uu haysto aad iyo aad ummada u deeqoon kala bakhiilin weyn waxaa sidoo kale la yiri baaliin mut'imu tayri as-samaa shimbiraha samada ku jira kii quudinahay laana markii cunadiisu dad iyo ka soo harto waxa la yiri buuraha korkoodu geen jiray say shimbiraha wax lamida u daaqaan way waa tele Abdul Muttalib oo awoowgii koowaad oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam
وحيالها تسهي كرم تيسي وحكمدها ما رواه الإمام الأحمد في مسنده والطحاوي اسكدت النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ دي سلحددي علمده وحينو حددها هيا أبيهيسا يأوغي سكوات يأوغي سلبات بعنا لشهد وحنا لقصينها ياوي واتيدي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه واتيدي وحو أهابا ليري مطلب مد ما أركيسا الحمد لله إيه. كرم إيو استفاد كأسان صوشيك نو صاحبة سيدنا قبيلة دي سنة مقا حوقي حوق بدن كله واتيدي مربع دعا النبي عليه الصلاة والسلام ونر البادية وماضي انتو سنصو إسلامي مركز الحكور يا محمد كان عبد المطلب خيرا لقومك منك عبد المطلب وحوها مد خير بدن وعدي خا خير بدن كان يطعمهم الكبد والسنامة وحقودين جربوا ويري وحيا لها ماركي سابير كقوين له هل نغض بني آدم أم حيوان كلها نغض ويري مكنين عظيمة وفي جميع أنحاء جزيرة العربية عن قوها أيو أهول وحال وريا مرق أركوت إنو يمن تغي أسوغو أهم بلينا بقر كي يمن أولديه جري معجا عيسى مع دي كريب سيف من ذي يزن عرف اليمن نكي كوفا دي أيو أهول وحي قريش أحل سارتي إلو نكا أسو هم بليايو تهنيد في قارسيو علاقة في عن سي قريش أولي يشان أو ديجي عبد المطلب أها أو نبيغ أووغي سيكوات أها صلوات ربي وسلامه عليه. أهم الأحداث في حياة عبد المطلب وقد بضع ما تكو إكيسر إن الدرس جينا مدك ودا بياء وحيا لها مهم كا أما أحداث مهم كهيت أو دعدي حياة دي عبد المطلب وحي إهد لبا أمر بالي رادا حفر بئر زمزم يحادث الفيل عيل كي زمزم كأها قدستيس لأن عيل كي زمزم أها وحا هوري أقضي وما أركيسا أبر قدين ما أركيسا أبونا إسماعيل أمنا هاجر مركي أجوغين وإلا بعد ما إيكو نولكو إكزولين وسكين دي ثاره وقر صومي مركو حالو بحنا إن مركا العيل كاس دي بلو قضو ودي ما أركيسا بيهي سلوه القليوي قدستي دي دنب مركو حاشرف كيدا لها سيدا الإمام البيهاكي وصوصا راهي في دلائل النبوة بسند صحيح وقصص صاره يوحى سيدنا علي بن ابي طالب لجور نهيو انه شرف كيدي اما كرم كيدي اما سبب كيدو لها نبي اوغي سو عبد المطلب وحو ليه عبد المطلب اسا كشكينا انيغو هرده او ماركيسا حجري كعبده حجر اسماعيل انيغو هرده يا وحاي اماده مد اماده نائم اسغو اه باريه ماركيسا لوو يمادي ماركاسا وحا لو يلي احفر طيبه وحات قد طيبه قد قلت وما طيبه طيبة محالة دها بس إلوي واتيد وأسماء ذا إلي ذا هاي زمزم بيه زمزم كمقعية ذا إليهن أي كميت هاوي لأنها للطيبين والطيبات طيبة والي رهدايو دديوغا وناكسن ورقع يدديوغا وناكسن ودمر كاما أمدى ماركيسا محمد هوين كوديا أي أسوق ناتي مركا لا أيان سيحذب ورمال كليتو منانكي مركو انت إيدا هوا إيجا تجيبور احفر طيبة كذب والي تجيبوي ما لك ليتو مركان حتى نصو نقضي ان حجر اسماعيل كي يرجم ايو يرسح دي منام كي بالي يقول ما دي مركا ساوى حالي ده يبرو احفر برا وحات قد برا قد واتيد لانها فاضت للابرار ده ديوغي ونوانا سنابي اشب متبع الارادة حدنا ننكي هذا الكا اما هاتف كي هذا الكا ايه ده هو ايه تجيبوي ما لك لوان ما لك يسدحات يا هدنا هرددي ذكور نقضي مركا سامد إيه إما ذي إذا هاي بيقولي أحفر المضنونة 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 قط لأنها ظن بها على غير المؤمنين واتهدي مركز هدنا إيه تجيبوا ما لك أفراد هدنا مركز اللي إيه ما ذي يد راح يد وحال إيه هاي بيقولوا أحفر زمزم ما لك هسا ما يقول له عدي زمزم قط قلت وما زمزم زمزم محالي إرادة مركز الله ده منام كده حديث لا تنزف ابدا ولقي دقو ايميسو ولا تذم لنا معايا هي ولقي دقو تسقى الحجيج الاعظم ديوغي حجيجها بد ورا بين يساوي واتين وحنا سيتو كلا لو تلمامي ماشي اي كنت هلوي ما انك مرك افراد منام كده حديث وحا لو عدي ماشي كنت هلي يا سببك او تاغنت هي يا مغعد انت بوال عدي واتين واجي مرك مركو بري عبد المطلب ونبي هو يسا وحكى عبد سيد ويل كيسي هل ويل بمركة على الحارث ابن عبد المطلب لو رنحي ويل كاس وحوري وحان الأمري إن قد نعيل كي زمزم أها إن كان وأوصاد دقاقي مكان كي لوت المامة كعبد أكتي سيهد ماشا سال لوت المامة إنو زمزم كي كقضوه وحكو ده قال مركة ماشا إنو قض
اسياد دي قريش مركي اركان عبد المطلب او كعبده اكي سمال اقودها هي كوس اردن حاجة اخل دم بيلال عبد المطلب مركز في روحالي امري ان عيال هلكان كو قضى ما عيل ابيك عبتاد ويسيد عيل هبل باجره وعيل هبل باجره وعيل هبل باجره هذا بدك لا قودي سيدين انت سو عيل ادو هلي كرا مال ان ميشن اهينو بنان كاس اه اما بوراها سو سودا كا قودو لان ميشن حولها نغان كو قورعنا بيدين هديغا نغان كو قورعنا كعبدي اكيده وي ميشن جام يو حد كديغيسا الحمد لله مال عريجا با كديغيسا عيل كا ميل فوك قودو واو كديري وحويدو وحالي امري ان ان ميشن عيل كا قودو كان زولي مايو ان ان كا قودهيو الى هاتف كي وحلي ايغا شيغا ان كا هلوي مركو أركي مركه سوء قده بيه أم عرضي دوبضه أم دي قضه مركو أركي مركو أركي تلمام ميسا واحد ميشي كجيرا أما كسو سعودة إن بيهين كبرا واو كبير صدي مركا سي قريش قريش نوحي قرتين إني وحكوي الميشي تنو كسعودة أمر كان أمر رباني أو يهوي مركا سي وحيو استاقين باليري إني أكال ميان عبد المطلب مركا سي وحكوي إنها بئر أبينا إسماعيل أبين إسماعيل إنو كسو فرع مني بير كيسي أمام عيل كيسي وي أمام أر كيسي بيه سوي وإن لنا فيها حقا فأشركنا قريش مركي قرتي إنو ماشي الشرف كسو غيني هاي زمزم أنولي يسي دماني ماشي مركو كسو سعودو هي وحيكوي لهذه إلا وإلا شرف كان وإنا قولي لنا عبد المطلب أدوكو من عيل كان قدي قد مقع عن يالتي كاي يلي ميني أرنت هاي سوق بسدان لأن عبد المطلب وحوري أنا وانا إذن تلاش شريك يلي ماي وهو كديلوي واتر لانه قد خصصت به دونكم امر كان اني قال لغو خاصي الا بوري سدا درت هدي خبا ايدين كغه ما اوغلي حي مكا نقطه ان ماشي خصومه كدعدو او الحمد لله لو دودو مركاسا وحي الحمد لله اسكو ابغرتين ان يشان حاكم كلا سار ما دام اسو خلافين عيل كان نيكي شرف كي سيلان هيو كشقين هيو هين هيو هوس ايمان هيو هويني مركا كاهينت اهي اوريب بني سعد اهي او مغعيد لدي جيري هودين هؤلاء إذا سووا لي بقى شام مشارف تيري ما أكيد صدقني أي واحد كويس شيئا إنه أتقع أي حاجة ده أشيك تام أي كلا سهرتو أي كلا حكم تروي هؤلاء إذا سووا بحن عبد المطلب والنبي قالوا جيسان الله بعثنن أوربني عبد منافع أو جلب كأسر كذا شيء بالله بحي قريش تكلم الله بعثنن بس كسر سهرن وقبائل في قريش دجناء أو كلا دوناء ما الفقير اللي يراه ده مركي كوسو جيهن أو طريق الشام يا وحالي روح أقول عدي عبد المطلب إلا بعدين كنينا لسعت بيا الآن بقى قبسة باليد بحي مركة يقينيين باليد إني هلاك سمي دونان دول سحراء أو بهدوية أو بيا الآن ما دام يكسو كسو أرورين واتهيد نمان كي مركة لبعدين كها قريش إلا سعودة وحيد وربيهن وحنا قاسية وان هلاك سمي ربناي أي كانوا حير هذين ورنمي وهدي أن بيها هير إن وضنو إذن سينو هلاك إذن كأتد كسو عطان وبان أنك هلاك سمينا سيد مناسب كامرك وحاوي بيدين لبضا أن ذا قلو قلو إني بدباد قلون هلاك سنتو إن أسلو ذا هلاك سننا معها هذه قلها رنا أنك بيها سننا وإن أنهرنا بي إلا دي وإكدي دينوي عبد المطلب ونبي قاوه إسا مركو أركي قوم كي وحي كسو بيه إي واحد نفسد دي سي لو عطان كنين أساق لسعوتي واحد كسو سعوده وحو مركا أي رجي كلتلي ورنميه وأدوجي دان إنان هون أون لا هلاك سمين نوالبو انت تحوق لاداي نوالبو انت تحوق لاداي قبر جيل ودوغ لها قضو انت هنا لباتن كان ان بنيكو كهري ها كو دوغو ها كو تورو نينكا هيغا اوغو دنبيا ماركا قبر لاان ها كو سو بخو لان لباتن نو قبر لاانا وحي كا خنتاي اما وحا كا فيعان وحا كر وحا كر رونتاي هل نين او قبر لاانا لباتن كان انت هن قبر لاان نقول لين هل نينكا او نينكا اوغو دنبيا واحد دوغا هوايو واتي دي نول بحوقه وهذا اللي هي هاي قبر يا كوكو تبوير تالا كلام عليه واتي دي فحفروا القبور وحي غودا غلي مركه قبري ان قودان وحي مركه يدا فريستين ايكو سوغ هيو ان اي دنتان اون درتيس او دنتان وي واتي دي مركه سهدان عبد المطلب رايري ان القانا بايدينا هكذا للبوت سوره قال ما هنا صدين ان اساس وهلاقني نمي هو ان وحن لا ايمانو موت كاين ان فدي كوسك سوغي بل ان وحن لا ايمانو نمي كي لباتن كاي لسو خيد ان اديغا اودي نو اه اديغا سيد نو اه نلا تالي وحا لا وحا كو تالي سان يلينا واتي دي قام عبد المطلب الى راحلته فركبها وحال يرادا وحو غودا غلي عبد المطلب انو راحلتي سي امدابدي سفورو دنا اولا دقاق
naf orod bay kugu aamintaa di ayuu guda gala weyn markii in badan socdeen ay qoobkii lugaha ku garaaceen waxaa yiraahdaa meel buu ilaahay subxaana wa tacaala biyo macaan aga burqiyay weyn فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه هل كاسو عبد المطلب كنت كبير سدي بيه نكو عبيل أصحابتي سنة كنت كبير سدي رجي كلي لسعودي بيها سهيدا يركو هرتين أو يرين هل كاسا بيه لو دعبي مركا كاب بعدي قوم كي مركا أركين إنو إلهي سبحانه وتعالى مر لبات عبد المطلب كرامي وحير هذيني وعبد المطلب ما أنت إيضو الله مر لبان إلهي أدو وصابك أغادي جاي شلينا أنا كون عيل ملكو أغيم بابي ما كأكتي زمزم لي رادة كسو بحين حدهن وحبها وين إذا الشام جوتنا هنوجين بيه مكة زمزم كهكس وبحي كعبد أكتي سنة عدين كور دافنو نضي كعبد نوسيد كعبد نجني هل كاس سفر كودي كسر نقدين ولم يسيروا إلى الكاهنة هؤلاء دي لو سعودي كاهنة ده إريب بن سعد هاد لو ما بتجين وين هل كاس مرك عبد المطلب وح أهل السير كشيء إنه كنا دري أو يري إلهي هذا تمويل إيه شو هل ويل بنجور عدونا وين روايات مرك فرب بدن oo aan gheer sax ah oo munaasab ahayn sheegisteediba halkan sidoo kale ku soo aroortay waxba sheegimeen sidaas oo kale waxyaalaha Abdul Muttalib intuu noolaa muhiimka ah dhacay waxa kamid ah hadithul fil ama qissatu Abraham ninkii doonayay inuu Kaacabada burburiyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala suratul fil ku soo dajiyay alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil إن شاء الله تعالى حادثة الفيل هي قصة الفيل درس جيني برأي وكبلا واندونا بإذن الله الباري إن شاء الله تعالى السيرة داس الله نوا أنفعه إبروي يحادثون كوي كقاتون نلوش وذكو بنا يا الله نغي يلو قولوا ما تسمعون وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.